ممكن يلعب، وانت اكدت وقلت اه وليد سليمان عنده امكانيات. اللعيب اللي زي وليد سليمان بفكره اعتقد ان هو اقرب اللعيبه للفكر الاوروبي من ناحيه الجناحات في الواجب الدفاعي والواجب الهجومي. احنا هنا عندنا اللعيب المصري للاسف في اغلب الاحيان بيأدي لك دور واحد، يكون قوي هجوميا يا قوي دفاعيا. شايف وليد سليمان في دوره مع النادي الاهلي عامل ازاي؟ دي معاناة تاريخية في الكرة المصرية عموما، فكرة الجناح اللي بيعرف يقوم بأدوار دفاعية بشكل كويس جدا، الجناح اللي بيقوم بأدوار تكتيكية مهمة جدا، ده ما كانش متوافر بشكل كبير جدا في الكرة المصرية عموما وفي النادي الأهلي في بعض الفترات. وليد سليمان كمان عنصر خبرة مهم جدا في مباريات النهائي، المباريات اللي هي بتحسم بطولة، عناصر الخبرة بتكون دايما دورها هو أهم دور. فأنا أعتقد إن وليد سليمان النهارده هيكون من العناصر المهمة والمؤثرة جدا جدا في حالة مشاركته، وأعتقد بنسبة كبيرة إن هو هيشارك، وإذا شارك أنا واثق إنه هيكون مؤثر. كمان نقطة مهمة جدا اتفق مع احمد فيها ان هو فعال جدا على المرمى، وهو من اللعيبه اللي بتسدد بشكل كويس ومن اللعيبه اللي مش بتستعجل. فانا اعتقد ان وليد سليمان لا كعنصر خبره في الملعب هيكون دوره مهم جدا جدا، واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون من العناصر الحاسمه في اللقاء. وجماعيته بتضيف للفرقه سواء من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الجماعيه، ومن الناحيه التهديفيه. دي قيمه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. فريق الاهلي من اكثر الفرق اللي بتلعب بشكل جماعي كويس جدا، وعناصر الخط الوسط بتكون مترابطه، رغم ان في تغييرات كتيره بتحصل في خط الوسط. يعني بنشوف احمد حمودي، بنشوف صالح جمعه في الفتره الاخيره بقى بيتبادل مع عبد الله السعيد، لكن اي عنصر بيدخل بيكون منسجم مع العناصر الموجوده جنبه في خط الوسط. ودي نقطه مهمه جدا للامانه الشديده تحسب لكابتن حسام البدري. طيب احنا معانا تقرير عن التفوق الاحمر للنادي الاهلي.